هاي. الممثل روين أتكنسون هو مؤدي شخصية مستر بين يلي عرفت شهرة عالمية كبيرة، مع أنه تم إنتاج بس 14 حلقة من المسلسل المعروف. تبعون أكيد فيلمين سينمائيين، مسلسل رسوم متحركة، لعبة فيديو وعدد من الكتب. بس الشهرة الفعلية يلي حققتها الشخصية من الحلقات الـ 14 يلي تم عرضهم بحوالي 200 بلد حول العالم كانت بفضل جهدها الجسدي ومن دون ترجمة. روين أتكنسون هو خريج جامعتين، جامعة نيوكاسل وجامعة أوكسفورد، وكانت أطروحته الجامعية عن أنظمة ضبط النفس، وبهذيك الفترة بدأ يطور شخصية مستر بين براسه. بيعاني أتكنسون من بعض التأتأة بالكلام يلي خلته ينطوي بحياته الشخصية ويبعد عن المقابلات العامة. مين قال إنه من باب الصدفة إنه المشكلة عنده خاصة بالكلمات يلي بتبلش بحرف بي؟ أنا قال. بشوفكم بكره.